إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية جاءت أثناء آيات الصيام لينبه الله جل وعلا عباده الصائمين بأن يكثروا من الدعاء في حالة الصيام وفي هذا الشهر عموما، لأن الصيام إذا اجتمع معه الدعاء حري أن يستجاب. دعاء الصائم أحرى أن يستجاب، وذلك لأن الصائم في حالة عبادة وهي الصيام، فإذا دعا الله في أثنائها كان ذلك أحرى الاستجابة من الله، وإن كان الدعاء يستجاب في أي وقت ولا سيما من المضطر. الله قريب مجيب في كل وقت، ولكن هناك أحوال وأوقات يتأكد فيها الدعاء، مثل حالة الصيام في رمضان وفي غيره. الصيام سواء كان في رمضان أو في غيره، ولكن الصائم في شهر رمضان الداعي اجتمعت له فضائل: أولا فضيلة الشهر، وثانيا فضيلة الصيام، وثالثا فضيلة الدعاء، كلها عبادات، والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما في الحديث: الدعاء هو العبادة، أي أنه أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً.